طبعا بالإشارة إلى السؤال اللي تفضل به سعادة النائب، نأكد بأن صندوق العمل تمكين مستمر في تنفيذ خطته الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق التأثير الاقتصادي الإيجابي اللي يخدم زيادة الإنتاجية وجعل المواطن البحريني الخيار الأول والأمثل في سوق العمل وجعل القطاع الخاص المحرك الأساسي للنمو في المملكة. وطبعا أنا اسمحوا لي أني أستعرض بعض الإحصائيات بحسب ما ورد في السؤال لبيان لمجلسكم. طبعا منذ تأسيس صندوق العمل تمكين حتى اليوم تم يعني ضخ ما يقارب 202 مليار دينار بحريني من خلال التمويل المباشر وغير المباشر في الاقتصاد الوطني، وتم دعم ما يزيد عن 118 ألف مواطن بحريني من خلال التدريب والتوظيف، وبلغت المؤسسات الوطنية اللي استفادت من هذه البرامج 74 ألف مؤسسة. أما على صعيد إشراك المرأة أو ما استفادت منه المرأة من قبل الصندوق، ففي عام 2022 فقط 68% من البرامج التدريبية المدعومة من الصندوق كانت من نصيب المرأة. وطبعا يعني أؤكد أن من ضمن التوافقات مثل ما تفضل أخي سعادة النائب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عند إعداد مشروع الميزانية كان دعم هذا الصندوق وإطلاق برامج أكبر وأشمل لدعم المواطنين في القطاع الخاص بحيث أن يكون لهم نصيب أيضا من هذه التوافقات المباركة. فتم إطلاق بناء على هذه التوافقات تم إطلاق برامج تعتبر الأكبر في تاريخ تمكين، تستهدف 50,000 بحريني في السنة مقارنة ب118 خلال السنوات 18 اللي طافت، 50,000 بحريني في السنة. وهذه طبعا يعود الفضل فيه إلى يعني العمل بالتنسيق معاكم. فهذه تم إطلاقها لدعم الداخلين الجدد في سوق العمل وتعزيز التطور الوظيفي للموجودين في سوق العمل ودعم أجورهم والتوسع في البرامج اللي تخدم القطاع الخاص والمؤسسات اللي فيها.